Hello, grade 2. Our lesson today is addition 2. سبق أخذته بالصف الأول addition حتى نهاية الصف addition, بس هي أول مرة بناخد addition of two numbers. كل number مؤلف من two digits. ما فيش صعب, نبلش من الونس من هاي الميلة, ميلة اليمين. يلا 5 plus 4 مثل ما تعلمنا, 5 in my mind, 4 on my fingers. After 5, 4, 6, 7, 8, 9. حط ال 9 تحتهم. 9. بالكفة 10. 3 plus 1. 3 in my mind. In my mind. 1 on my finger. After 3, 4. 49. شفتوا بقى سهلة؟ بنبلش من الونس بنعمل اد للتو نمبرز بنحط جوابهم, نرجع للتالت بنعمل اد للتو نمبرز بنحط جوابهم 49. طيب لنتعلم اكثر رح ناخذ اكسرسايز. اول اكسرسايز رايت vertical form and calculate. هلا لما بحكي عن vertical form يعني مثل ما انتم عم تقراوها عموديا بكتب الارقام تحت بعضهم. طيب شو معي نمبرز؟ 45 plus 22 بلش 45 بلش من الونس على طول. شو من الونس؟ من ميلة اليمين الفايف بكتبها الأول وبكره مع الوقت بتعرفوا ليه, والفور بعدين الفور 45. طيب بلس 22 كمان بكتب التو بالأول الونس بعدين التو 45 بلس 22 كتبتها in vertical form عموديا تحت بعضه. طيب نبلش من الونس. 5 plus 2, 5 in my mind, 2 on my finger, after 5, 6, 7, طيب 7, يلا 10, 4 plus 2, 4 in my mind, 2 on my finger, after 4, 5, 6, 6 with 10, 67, the answer is 67. مثل ما اتفقنا ما فيش صعب. يلا اللي بعدها 43 plus 26 بلش حط 43 ال 3 بالاول بعدين ال 4 يلا plus 26 ال 6 بالاول بعدين ال 2 يلا 3 plus 6 بحط الكبير بنصي 6 in my mind و 3 on my finger after 6 7 8 9 9 يلا اللي بعدها 4 plus 2 4 in my mind 2 on my finger after 4 5 6 6 69 يلا the answer is 69. ما فيش صعب. هلا الاكسرسايز اللي بعده هني حاطين لكم اياهم انفيرتبل فورم ونريح لكم. يلا كالكوليت للحساب 41 plus 28 من وين بنبلش؟ من ميلة الوان من هيديك الوان. يلا 1 plus 8 8 براسي 1 على ايدي بعد 8 9 طيب 4 plus 2 4 براسي 2 على ايدي بعد 4 5 6 69 طيب اللي بعدها 36 plus 33 يلا بنبلش بحياتيك الميلة 6 plus 3 6 براسي 3 على ايدي بعد 6 7 8 9 طيب نكتبها تحت على طول نكتبها تحت اثنين نمبرز لنجمعهم. طيب 3 plus 3 3 براسي 3 على ايدي after 3 4 5 6 69 طيب اللي بعدها 35 plus 32 بلش من هذيك الميلة ميلة المونز. طيب 5 plus 2 5 in my mind 2 on my finger after